مبسوطة وأكيد شرف ليا إن أنا تقدم لي دعوة رسمية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يعني يمكن ما تجمعنيش حاجة فنية مع أستاذ محمود، بس أنا بحبه جدا من وأنا صغيرة، وأنا عندي مشكلة شوية لما بتأثر مع حد بحبه بتعب. يعني أنا بصي في تفاصيل كتير بس ما علينا، يعني انا قعدت احلم يوم وفاته، قعدت احلم بيه كتير جدا مع ان انا مفيش علاقه خالص بيه، بس يمكن انا بتعلق من وانا صغيره لما اكون بحب حد وبسمع عن وفاته بتاثر جدا. فكنت اتمنى ان انا اشتغل معاه واقف قدامه في يوم من الايام، بس اكيد هو في مكان احسن دلوقتي مننا وهيفضل موجود معانا لحد ما نتقابل كلنا. اكيد ما بتبسط لما كل الاساتذه الكبار اللي كنت احلم ان انا اقف قدامهم واشتغل معاهم بيتكرموا، وده اقل من حقهم بكتير. لسه ما اخترتش حاجه، بحضر لرمضان وفي كذا حاجه ان شاء الله، بس مش هقول حاجه غير لما تكون بجد.